الأهالي أشعلوا النار بالمنزل وهو بداخله، القبض على دجال بالإسماعيلية. خبر بيقول ألقت قوات الأمن في محافظة الإسماعيلية القبض على دجال بقرية أبو خليفة، واجتمع جميع أهالي القرية وكانوا واقفين كتف في الكتف وأشعلوا النيران في المنزل. ولم يخرج الدجال من بيته، كان بيحاول الهرب ولكن ما قدرش يهرب لغاية ما جت قوات الحماية المدنية وتم إلقاء القبض عليه من قبل قوات الشرطة. وأيضا وعثر في منزل الدجال ده على صور ورسومات غريبة وكتابات مشفرة على جميع الجدران، وهي من صنع إيد الدجال، وما استطاعش أحد إن هو يعني يفهمها أو يفسرها. وانتاب الجميع حالة من الخوف من دخول منزل الدجال. وقال أحد أهالي القرية إن الدجال لم يخرج من منزله حتى بعد ما أهالي القرية أشعلوا النيران في المنزل، إلى أن دخل بعضهم وأتى به وأخرجوه من المنزل ولم يتمكن من الهروب وتم القبض عليه. قال أحد شهود العيان من أهالي القرية إنهم اتحدوا مع بعض عشان ينهوا الأعمال اللي بيقوم بيها هذا الدجال، موضحا أن الرسومات والكتابات الموجودة على الحوائط في كل مكان هي بيستخدمها في أعمال الدجل والشعوذة.